قضايا مكافحة الإرهاب والفقر تتصدر محادثات السيسي ووزير خارجية بوركينا فاسو. وزارة الداخلية تعلن توجيه ضربات استباقية استهدفت إجهاض تحرك إحدى أخطر الخلايا الإرهابية. مقتل 9 عراقيين وإصابة العشرات في تفجيرات شرقي العاصمة بغداد. التاسعة مساء اون تايم، اهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة جابرييل باسولي وزير خارجية بوركينا فاسو. وصرح السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم الرئاسة بأن اللقاء شهد استعراضا لتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والإفريقية، حيث توافقت الرؤى حول ضرورة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفقر للقضاء على البيئة الخصبة لنمو الإرهاب والتطرف. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط خلية إرهابية جديدة والتي يعتنق عناصرها الأفكار التكفيرية لتنفيذ عمليات عدائية ضد أبناء الوطن ودور العبادة والمنشآت الهامة ورجال الشرطة والقوات المسلحة، كما تم ضبط مصنع لتجهيز المتفجرات وعدد من الأسلحة والطلقات النارية. لقي 9 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 30 جراء انفجار 3 سيارات ملغومة في منطقة حي بغداد الجديدة شرق العاصمة العراقية بغداد. وأوضح مصدر أمني أن الانفجارات الثلاثة وقعت بفارق دقائق معدودة. في الوقت نفسه أعلنت مصادر في الشرطة العراقية مقتل مدني جراء انفجار عبوة لاصقة بسيارته شرق بغداد، مشيرا إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية الخبير السياسي محمد القعود، سيد من العراق، أهلا بك سيد. أهلا بك سيدي. كيف ترى إلى متى سيستمر مسلسل العنف في العراق برأيك؟ مسلسل العنف على ما أعتقد أو في رأيي ككوني محلل استراتيجي لن ينتهي في القريب العاجل أو كما نأمل وكما نتوقع. مسلسل الإرهاب شائك ومعقد للغاية، خاصة في ظل تورط عدة أطراف من داخل العراق ومن خارجها وهناك جهات خارجية تسعى بشتى الطرق كي لا تستقر الأوضاع في العراق، على أمل أن يحدث تقسيم للعراق، كأن تقام دولة للأكراد في الشمال ودولة للشيعة ودولة للسنة. فأعتقد أن المسألة العراقية معقدة للغاية ولن تحل في القريب العاجل ما لم يجلس العراقيون بمختلف انتماءاتهم وبمختلف أطيافهم السياسية على طاولة الحوار واتباع الطرق الديمقراطية، لأنها في رأيي هي الوحيدة الكفيلة بإنهاء الأزمات العراقية. وصلت رسالتك سيدي، شكرا جزيلا. كان معنا محللنا الاستراتيجي محمد القعود من العراق. وإلى الرياضة، ففي إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية تستضيف الجزائر اليوم مالي ضمن مباريات المجموعة الثانية، بينما تواجه نيجيريا منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الأولى، وتلعب غانا مع توغو في المجموعة الخامسة، وستواجه أنغولا منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الثالثة. كانت هذه نشرتنا للساعة، شكرا على حسن المتابعة، طابت أوقاتكم.